مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم والشكر الجزيل للزميل مصطفى ستار على هذه المعلومات للنشرة الجوية. واليوم ما عدنا فقط بس درجات الحرارة، عدنا أيضا كانت معلومة حول الكسوف الحلقي اللي ذكرها قبل قليل، ولو وقت ممكن راح يحدث خلال هذا اليوم في وقت متأخر، ولكن مع ذلك نحتاج إلى أنه نحتاط ببعض الأمور اللي معتادين عليها واللي سامعينها. دائما نسمع أسراء أنه لما راح يصير كسوف يقول لك لا تباوع على الشمس مباشرة، وإحنا بالعكس تماما نحاول نشوف يعني هذه الظاهرة. فكانت قبل أيام زمان نشوف أشعة أو فشي مثلا إذا كانت مناظر مضللة، المهم مو مباشرة تتباوع على الشمس حتى يعني لا تضرر العين الحامل شوية. نعم، يجب عدم النظر إلى أشعة الشمس لأن هذه تخوف من عدها باعتبار ممكن تكون حساسة لأي شيء، وواحد يأخذ ولكن الجميع حذر بهاي الأشياء. خلينا نشوفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، راح نشوف الصوره بشكل دقيق. لسه صار عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل شيء، يعني تقدر صحيح. تستطيع حتى الفضاء هو في متناول يديك وتستطيع مشاهدته. نعم، ان شاء الله يعني تكون ظاهره بها الخير والبركه، بها ان شاء الله ماكو اي اضرار. ولو مثل ما ذكر قبل قليل اعتقد ذكر انه بالساعه بالستة تقريبا وقت اساسا الشمس ماكو، يعني ان شاء الله ان شاء الله. اذا خلينا ننتقل الى مثل ما نوه على النشره الجويه ودرجات الحراره وانخفاضها، ايضا نشاهد بيئه الاسواق بهذه الفتره ولو في كل الاوقات منتشره الثمار، ولكن احنا نعتبر في العراق في فتره يعني قطف الثمار. بهذه الفتره نكثر نلاحظ انه الرمان موجود بكثره بالاسواق وخاصه الثمار العراقيه، ففي صلاح الدين بالتحديد هناك تشهد قطف للرمان. هذه الثمار اللي بها الكثير من الفوائد واللي معتادين على انه نميزها ونفضلها عن بقيه الثمار المستورده. خلينا نشاهد تقرير لطيف لقطف الرمان والزميل وليد الخزعلي. بين بستانه المنتج لاجود انواع الرمان طعما ولونا ومذاقا، يفتح الفلاح مجيد العواسي القنوات الإروائية لمرور المياه نحو زرعه الجديد، وكله أمل بتسويق يعوض أتعابه وإنفاقه وصبره الطويل. يلا غزوان. فعلى طول آلاف الهكتارات وصولا إلى ديالى، حيث تتوافر التربة الخصبة والبيئة المثالية ومياه دجلة العذبة، ينمو الرمان كفاكهة محببة للعراقيين دون تعريضه لمسرعات النمو والتهجين اللاصحية، وتشهد إقبالا كبيرا مع موسم الاقتطاف هذه الأيام. هذا الرمان ينتشر محافظة صلاح الدين، هذا بستاني وراه ينزرع رمان وتفاح، وراه عندي رمان واحدة على مود الظل، كل ما يصير ظل الرمان يصير درجة أولى. رمان ينتشر ثلاث نوعيات، حامض حلو وحلو وحامض، درجة أولى طعم ولون ورائحة. من هذا الرمان اللي تريده بخاطرك بس بالسوق رخيص والله استاذ، دا نودي الزوج ب20 الصندوق ب10,000، احنا دا نبيع هنا على الشارع ب750 بلي في كيلو، رخيص على المواطن لان المستورد موجود بالسوق. الرمان العراقي يختلف عن المستورد، الحمد لله وشكر لله، سعره جيد جدا. يعني اقل من المستورد والطعم ماله احسن من المستورد. نكهه الرمان العراقي احسن من نكهه الرمان المستورد. والطعم ماله احسن من المستورد. اشتريت بالخمس ست كيلوات. يعني مشهور هذا الرمان. اي نعم مشهور هذا الرمان على مستوى كل العراق. بفائده صحيه. اي نعم بفائده صحيه. أرقى فاكهة للقلب يا الرمان. تغطي الفاكهة المتنوعة أكتاف طريق سامراء المقدسة كالتين والعنب والرمان، منظرها وألوانها الخلابة يجبر الزائرين والمستطرقين وغيرهم للنزول عند هذه البسطيات المنتشرة بالعشرات وشراء ما يحلو لهم، خاصة وأن الأسعار مناسبة. وتذهب آراء البعض إلى وجوب تفعيل الشركات الوطنية للاستفادة من مشتقات الرمان بدلا من تعريض كميات منه إلى التلف، كما وستشغل شركات تلك الآلاف من العمال لتقليص البطالة وإيجاد مصادر رزق للكثيرين. داعمين للمنتج الوطني، وهاي الخيرات خيرات العراق طبعا، خير كل البلدان العالم تتمنى هذا الخير. مثلا أنواع الفاكهة بالعراق الموجودة يعني نادرة نوادر مثل الرمان، يعني الرمان يعني الرمان من النوادر اللي بالعراق. المفروض يعني من الدولة نطلب من الدولة الكريمة الموقرة توفر شركات حكومية، شركات حكومية
الاستثمار هذا الرمان هو مو بس زراعة ونحصد وناكل واللي يخرب تلف ويروح، لا، يفيد هواي أمور، أعلاف مثلاً اللي يفيد علاجات، خزين، هواي هواي أكو أمور للرمان. أسعار مناسبة جداً، وهنا الفلاح العراقي يحتاج لدعم ويحتاج لفد يعني الأسمدة وغيرها يوفروها له، وتشوف هسه الرمان العراقية مناسبة، يا ريت تستثمرونها، تجي شركات معامل نستثمر هذا الرمان بعصير، تدخل بمعامل غير شيء، هاي القشور مالته أيضا نستفاد من عتها. وهسه احنا نستورد لو تشوف الرمان هذا المصري نجيبه من الخارج، هم سعره غالي، لا وقاعد نشوفه احنا سعره غالي وهم مو ذاك الطعم مثل هذا العراقي. اليد العامل العراقية أيضا إذا دخلت المعامل هنا نسوي من عنده عصير ونسوي من عنده أشكال، وهاي المعامل أكيد تحتاج يد عامل. احنا عندنا ما شاء الله البطالة شايفة تشقتها خريجين ما شاء الله كلها قاعدة. مع إصابة أشجار الرمان بالعديد من الأمراض وتأثير ذلك على مخرجات الإنتاج، دعا مزارعون إلى دعم طبي مكثف يقلل الخسائر الناجمة عن ذلك، بالإضافة إلى قطع المستورد عند بدء موسم الرمان المحلي لدعم الزراعة. الأمراض والله تعدد كثيرا، نوعيات الأمراض هذه يسمونها القطني والحشرة والدودية تضرب الرمان ويخيس، دائما يخيس، دعا نكافح على حسابنا لا مر ولا مرتين يلا يطلع هذا اللون. طالب دعم من الدولة المواد الكيماوية للبساتين. بساتين تدر الخيرات على الناس من أرض صلاح الدين المعطاة وسقف الطموحات باستثمار أمثل لتحقيق أقصى فائدة من المحاصيل الزراعية. لبرنامج صباح كربلاء وليد الخزعلي، صلاح الدين.